أما هلأ مشاهدينا محطتنا مع الصوت الجميل وموهبة سورية شابة يمكن الغناء بعيد شوي عن مجاله الأكاديمي، فهو مهندس اتصالات، لكن الغناء سرقه ليهندسنا على أجمل الأغاني وأجمل الألحان. أكيد نور، ومثل ما عودنا مشاهدينا بصباحنا غير أنه يكون معنا أصوات سورية مميزة. خلونا نرحب بضيوفنا لليوم، الفنان الشاب جود محمد، يسعد صباحك. صباح الخير. وعازف الجيتار مجد محيش، يسعد صباحك. يسعد صباح. كل عام وانتم بخير. وانتم بألف خير. يسعد صباحكم، صباح كل السادة المشاهدين، وصباح سوريا الخير كلها، وعيد مبارك على الكل ان شاء الله. يسعد صباحكم وكل عام وانتم بخير. بالبداية جود، خلينا نحكي عن موهبتك، كيف بلشت وكيف يمكن تعرفت على هي الموهبة، او اهلك عرفوا هي الموهبة من انت وصغير؟ والله انا من صغري مولع بالغناء، يعني شغفي على طول الغناء. حتى بتذكر وقت كنت بالمرحله الابتدائيه والاعداديه على طول كنت شارك بالنشاطات والفعاليات وغني على طول لاصحابي ولاقي الحمد لله قبول. حتى بتذكر مره بالمدرسه انا اخذت عقوبه، يعني كنت عم غني بالفتره المخصصه يعني للدراسه. فالطموح كبر شوي عندي لما دخلت على الجامعه وقررت ادرس هندسه. كنت على طول عم حاول ادور على اتصالات بعيد اتصالات. تماما عن ال تماما يعني هلا اهلي ما كان عندهم مانع انه انا لاقي طموحي وكمل حلمي بالموسيقى، بس يكون في شهاده كمان اساسيه، وكمان انا ما عندي مشكله يعني رغبتي بالنهايه. فلما دخلت على الجامعه على طول كنت يعني عم احاول الاقي فرصه اني اظهر فيها اكثر، يعني لا شريحه اوسع. بتغني لرفقاتك؟ طبعا اكيد. طيب شو بتحب تسمعنا هلا ببدايه صباحنا؟ يلا نسمعكم يسعد صباحك هشام غنيه جديده. يلا. يسعد صباحك يا شام، جبينك عالي وما بينضم، انت الدفا انت الامان انت المحبه والحنان. كل اللي سبقونا قالوا الواحد حضن غيرك مالوح، جارك عطو تحكي قصص عشقك انا بتنفس. يسعد صباحك بالخير، كل ما علوها تطير، لا تزعلي نحنا معك لو مهما صار يصير. غالي عقلوبنا غالية، اسرارنا فيك مخباية، مجدك لحاله بينحكى ألف قصة وحكاية. ألف قصة وحكاية. سلام هالصوت. سلامي، شكرا. مجد، خلينا نحكي معك، كيف تم التدريب على الغناء؟ دربت مع أساتذة في مجال الفن؟ طبعا. قديش كان يمكن له كبير في دعم هي الموهبة؟ أكيد، أنا بمرحلة الجامعة كان مدرب فرقة الموسيقى تبع الجامعة الأستاذ المخضرم خالد خالد، بوجه له تحية. أكيد. كان هو على طول داعم بتمارين الفوكاليست انه كيف نغني صح، ومن وين ناخذ الطبقه الصح، ومن وين يعني ندرب على العلامات بشكل صحيح. فهي شغله كثير كثير ايجابيه. كمان الاستاذ احمد بدره بوجه له تحيه كمان الفتره الاخيره، مؤخرا مع المايسترو بوجه له تحيه كمان وسيم شندوبه. كمان بشكل مستمر انا عندي بروفات فوكاليست بشكل دائم لحتى الاداء يتطور بشكل تدريجي، بتعرفي لانه على طول الواحد لازم التمرين لحتى يوصل للشيء اللي هو بده. اكيد بدنا نوجه تحيتنا للجميع. طبعا. اكيد نور، رح نتوجه لك هلا مجد يلي عم ترافق هلا جود بعزفك على الجيتار. قديش مهم يكون في انسجام بيناتكم ليطلع الصوت مع اللحن ويطلع شيء حلو؟ يعني هو لازم نكون انه يعني نحن الاثنين على طول عم نتدرب سوا. تمام. وانه مثلا بتصير في بروفات قبل ما نطلع نقدم اي اغنيه. و بصير في تدريب قبل كل حفله. يعني انا احكي لي كيف بتتفقوا سوا؟ قد ايش صار لكم يعني مع هلا؟ صار لي انا بعرفه لجود شي 3 سنين. اها. انه المعرفه صارت صدفه، هي انه عن طريق كنت انا قاعد عم بعزف بالحديقه وهو تعرف علي وجينا وصرنا على طول انه نقعد سوا وهيك، وبعدين صارت فكره الحفلات وصرنا ننزل سوا مع بعض. حلو، يعني بمحض الصدفة تعرفتوا على بعض. تماما. وسويتوا فريق كثير حلو. تماما. قديش البروفات مهمة بيناتكم؟ نحكي شوي.
هلا اكيد البروفات مهمه قبل كل حفله يعني اكيد يعني ما ممكن انه الواحد يطلع حفله قد ما كنا مدربين سوا وهيك فانه قبل كل حفله لازم ننظم انه شو عندنا اغاني نكتب البروجرام تبعنا يعني شو البرنامج شو بدنا نغني شو بدنا نعزف هاي الاغاني شو بدنا نغنيها وهيك يعني فاكيد البروفا مهمه يعني قبل كل حفله. طيب جود اليوم يمكن اللي لازم او بيلزم الفنان الشاب هو الدعم من خلال الميديا وعم نشاهد على الشاشات العربيه العديد يمكن من المواهب اللي قدمت نجوم. فكرت تشارك ببرنامج هواة لانه اليوم نحن بحاجه لدعم للفنان ان كان الشاب السوري؟ اليوم الميديا اساسيه للوصول لجميع الناس. مثل ما تفضلتي حضرتك الميديا واقعيا هلا هي لغه العصر بالنسبه للموسيقى فالتواجد بالميديا بشكل اساسي حتى النجوم الكبار عم يتوجهوا للميديا لحتى يعرضوا البرنامج الفني محضرينه طول السنه فالميديا هلا صارت شيء اساسي بمجال الموسيقى ولازم يكون تواجد فيها حاضر بشكل كبير. هلا انا من حوالي سنه قدمت على ذا فويس عبيت الابلكيشنز على النت واتصلوا فيني من فتره فبعت لهم فيديوهات وبعت لهم مقاطع مسجله بصوتي وقالوا لي ان شاء الله حندرس الملف تبعك لحتى اذا في ممكن تشارك بالموسم الجاي. قديش بتساهم فعلا في انتشار الفنان الشاب اليوم في ظل نجوم كتار لانه اليوم ما شاء الله تحس كل يوم في بدال النجم 10 او 100؟ صحيح. هلا دور البرامج بشكل عام انه هي تظهرك للناس يسلطوا الضوء عليك. هلا بعد هالمرحله هي بيجي بقى دور الدعم وزخم الانتاج موضوع صناعة نجم. يعني الموهبة موهبة موجودة أنا برأيي بكل شاب عنده موهبة عنده كاركتر خاص فيه بس بنفس الوقت الدعم لازم يكون حاضر وموجود. يعني أنا حد هلا أنا عندي اجتهاد شخصي والحمد لله عم لاقي رواج نسبي بس أكيد المراحل الجاية أكيد بدي دعم أكبر لحتى أقدر أسطع أكثر ويظهر نجمي بشكل أكبر. يعني جود دائما المواهب بتحتاج لدعم بتحتاج لتشجيع أكيد. مين شجعك بالبدايات؟ هلا بالبدايات اكثر شيء رفقاتي مثل ما حكينا المرحله الاعداديه والابتدائيه رفقاتي للثانويه المرحله الجامعيه كمان رفقاتي ضمن الجامعه والمعارف يعني حتى الاهل شو كان لهم؟ هلا ما عندهم اي مشكله كمان شجعوني بس كان دراسه طبعا اكيد يعني انا يعني عندي اهلي انه اعمل شيء بتحبه انت بس خلي انه يعطوني دراسه انه الدراسه على طول شيء اساسي الشهاده فانا على طول كنت ماشي يعني بتوازي بهالمساري. يعني حاولت انت تنجح بدراستك كرمال الغنى؟ تمام بهي الفكرة. يعني أنا على طول كنت فكر إنه خلص أنا مثل ما بدهم أهلي حساوي ما حأعاند وبنفس الوقت أنا الطموح اللي أنا بحبه واللي بلاقي حالي فيه كمان حأجتهد فيه بنفس الدرجة من اجتهادي بال يعني نور دائما أحيانا بتحسي رب ضارة نافعة يعني أحيانا الواحد ما بيكون له مراء بالدراسة بس كرمال إنه يوصل لهدفه بده يدرس يعني أكيد. سالي جود خلينا نحكي معك الجملة كتير مهمة اليوم نفتقر لصناعة النجم أو صناعة ستار شو هي الأساسيات أو شو نحن بحاجة لنصنع نجم بسوريا؟ في مواهب جدا عديدة في مواهب عم نتفاجأ فيها خلال برنامج صباحنا غير في كثير من الشباب عم يفاجئونا إن كان على في مجال العزف أو في مجال الغناء أو حتى في مجال التمثيل. صناعة النجم اليوم كيف ممكن تكون؟ هلا هي يعني مجموعة عناصر متكاملة بتعطي نجومية لما يكون في موهبة صح عم تنسقل هالموهبة ب الشغل الصح لما عم يتحضر برنامج حلو لهالموهبه هي ويصير في دعم مادي رح نحكي بالدرجه الاولى يعني دعم مادي يكون في له تواجد بالسوشيال ميديا هذا كله بده صرف طبعا يكون له في تواجد بالحفلات يكون في تواجد له بسوق الكاسيت والسي دي كمان. يعني هي بالنهايه هلا صايره موجه الفترات الاخيره من اذا يعني فينا نقول من التسعينات وبعد هي مثل ما حكينا صناعة بحتة يعني تمام. إحنا إذا أي غنية بتنجح ممكن أنا أفرضها عليك يسمعك إياها بالنهار 12 مرة حتى لو كانت الغنية ما كتير على مستوى موسيقي المطلوب فأنت خلص لما عم تسمعيها أكثر من مرة وأكثر من حتحبيها يعني بشكل طبيعي تصير تقولي إنه إيه عم يطلع وهي التواجد مع الزخم الانتاج زخم كبير حتى غير الانتاج يعني احنا عم نقول صاروا اللي بيغنوا اكثر اللي بيسمعوا كثير كثير هي الفكره وهي هي المشكله يعني. ما هي الشباب ما انا مثلي وغيري نحن عم نحاول بهالفقر الانتاجي انه نحاول نظهر باي طريقه. يعني انا هلا عملت سنجل الي من عملت هلا اثنين سنجلز وهلا نازل السنجل التالي عم نحاول يعني نبذل اقصى ما قدر لحتى نقدر نظهر ونتواجد لانه غير هيك نحن ما في فرص. شو رح نسمع هلا كمان حابين نسمع شيء؟ يلا بنسمعكم كيفك حبيبي الاغنيه نزلتها من السنجل الي من خلينا نسمع.
كيف السما بعد على شفافك بعد القمر بينا مع كتافك بعد الشمس بتبوس اطرافك بعدك نائم اصل مثل شمال كيفك حبيبي كيفك حبيبي كيفك حبيبي كيف ايام كيفك حبيبي كيف ايام بعد الدفى بيغفى على حرامه انا روحي بعد جناح عم يحميك من فوقك وتحتك وقدامك كيفك حبيبي كيفك حبيبي كيفك حبيبي كيف ايام شكرا. اغنيه رايقه نور عند الصباح اكيد. سالي شو تحضيراتك القادمه؟ شو اللي عم تحضر؟ ان شاء الله انا عندي اكثر من حفله ان شاء الله حفلات صيف 2017 هلا بعد رمضان مباشره وعندي سفر على لبنان ان شاء الله نهايه الشهر لمشاركه بمهرجان وكمان نفس الوقت بحفلتين ان شاء الله في تحضير لسينجل جديد ان شاء الله غير يسعد صباحك يا هشام هلا عم حضره ان شاء الله ينزل يعني بدايه العيد الكبير ان شاء الله حنون يعني بدايه العيد الكبير ان شاء الله. جودة عندك صفحة فيسبوك؟ اكيد. قديش بتلاقي السوشيال ميديا والفيسبوك والانستغرام هو بيشهر المواهب الجديدة؟ يعني عم بتلاقي انه ممكن احيانا عم ينزل على الفيسبوك مقاطع صوتية لشباب عم تلاقي مشاهدة كتير كبيرة كتير عالية يعني احيانا عم تحقق مشاهدة اكتر من التلفزيون اللي عم يحضروهم برامج. قديش ملاقي هذا الشيء ظريف؟ نحن مثل ما سبق وحكينا انه هي لغه العصر فهلا كمان التواجد على الفيسبوك على الانستغرام على تويتر على اليوتيوب عم يحقق يعني مثل ما قلت نسب مشاهده كثير عاليه ففي رواج بالميديا لاكبر شريحه من الناس بطريقه كثير سهله وبسيطه فهذا عم يعود عن الميديا اكثر احسن ما يروح الفنان يدفع لجهه معينه مصاري لحتى تطلع الغنيه هيك بينزلوا على بضغطه زر بيطلع للعالم كله فهذا شيء كثير كثير حتى من حسن حظنا يعني شيء ايجابي وفي كثير يعني مواهب عم تطلع وتحقق نسب مشاهده عاليه وانا مع هالشيء يعني جمله وتوصيل حتى برجع بقول لك حتى النجوم المهمين كمان عم يتجهوا لهالفكره حتى عم ينزلوا كل شيء جديد لهم بدايه على اليوتيوب فيسبوك وعم تمام وعم يعملوا بروموز على الفيسبوك وعلى تويتر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي لانه عم تلاقي مواقع التواصل الاجتماعي بتخترق كل بيت كل غرفه كل زاويه بحياتنا اسرع من التلفزيون اساسيات حياتنا اليوميه ف يعني مثل ما حكينا الموضوع الميديا هو مرتبط بشكل اساسي بحياتنا اليوميه نحن بموضوع السوشيال مواقع التواصل وعبر كل الوسائل يعني يمكن في نقطه كثير مهمه ما حكينا عنها هي التكلفه الكبيره للاغاني ما عم يتسلط الضوء عليها لانه اليوم لما نقول فنان شاب مثل حضرتك عم ينزل سنجل على حسابه الخاص كمان فيها تكلفه كبيره فيها كمان صعوبه ومسؤوليه ومجهود كبير بيكون على عاتقك اكيد مثل ما ذكرنا وحكينا انه بغياب الانتاج نحن عم نضطر نعمل جهد مضاعف يعني نقيم كميه كبيره حتى من موضوع الحفلات وحتى نتاخر زمنيا يعني هلا انا بالنسبه لي لازم يكون اقل شيء كل سنه عندي 3 سنجل او 4 سنجلز او حتى ميني البوم تمام. بس هلا بالضعف الانتاج فنحن يعني يا دوب عم نقدر نسجل كل سنه او كل سنه ونص اغنيه او اغنيتين فتكلفه كثير عاليه يعني اليوم مبالغ عم تنطرح مبالغ كثير ضخمه وكبيره فنحن عم نلجا على طول انه نقدم احسن شيء يعني احسن جوده غنيه او قطعه بتقدم بانسب سعر بيناسبنا لنا يعني اكيد لما يكون في شركه ورانا ما حتاكل هم لانه في طلب بس يمكن في كادر سوري او شباب سوري عم يساند بعضه بهي التفاصيل هي مهم جدا هذا هو لانه كل الشباب اللي مثلنا بيعرفوا هالوجع تبعنا فكله يعني على طول انا بقول السوري بكل مجالات بيعمل شيء من لا شيء على طول في 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 وعي لهالقصه وعلى طول في اجتهاد وفي جد وفي تعب طموح. في طموح كبير يعني تحدي كل الظروف نحن بتعرف هلا ظروف حرب ونحن أكيد. طلعنا بالفتره اللي فيها حرب فيعني الشيء اللي عم نحققه يعني ان شاء الله يا رب يعني كثير كثير ايجابي بالنسبه للظروف اللي عم تحيط فينا
يعني بالختام قبل ما نتشكر وجودكم معنا اللي كان كتير حلو ولطيف، بدنا نسمع شيء لنسمعه لمشاهدينا بيوم هالعيد، شو بدنا نسمعونا؟ يلا بنهدي سوريا مدلي صغير غنية لسوريا إن شاء الله يا رب. راياتك بالعالي يا سوريا، عطول الزمان يا سوريا، وترابك الغالي يا سوريا، محروس ومنصان يا سوريا، عزك مجدك علمك اسمك للأبد عنوان يا سوريا يا سوريا. لو 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 لالي لو 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 لولالي، الله محيي شوارعك يا بلادنا المعمور. لو 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 لولالي لو 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 لولالي، الله محيي شوارعك يا بلادنا المعمورة. هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، هل أراك في علا تبلغ السما، تبلغ السما موطني موطني. شكرا، نشكركم على وجودكم معنا، يمكن والبسمة اللي أضفتوها لصباحنا غير لليوم. شكرا، شكرا كثير لكم، وكل عام وانتم بألف خير. خير نعاد عليكم على سوريا كلها بالخير. وبدي خص بس اسمحوا لي بالشكر لأمهات الشهداء، أكيد القامات العظيمة، يعني نحن قد ما شكرنا واثنينا عليهم ما بنوفي جزء من اللي هن قدموا لنا. أكيد أكيد نوجه تحية لهم، بنعايد على كل أمهات الشهداء ورجال الجيش العربي السوري. شكرا كثير لكم، شكرا كثير لوجودكم معنا. وأكيد بدنا نترحم على شهدائنا، وإن شاء الله يا رب النصر قريب لسوريا. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب، بفضل جنودنا وبفضل مواهبكم. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب. شكرا لكم، شكرا لكم. وهلأ